مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب صف الأول الثانوي، المادة الرياضيات الوحدة الثانية الدرس الثاني، تتمة الدرس النصف الداخلي. طلاب، تعرفنا في دروس أو في الحلقات السابقة النصف الداخلي والخارجي للزاوية. الآن عنوان فقرتنا اليوم هي حساب طول المنصف الداخلي للزاوية. شلون نحسب طول منصف داخلي للزاوية؟ إذا كان لدينا مثلث A B C و A ن هو منصف داخلي للزاوية A، شلون نحسب طول A ن؟ إذن لحساب طول A ن من خلال العلاقة A ن تساوي ما تحت الجذر AB ضرب AC، AB ضرب AC ناقص NB ضرب NC. طيب، استنتاج هذه العلاقة، الاستنتاج إذا كان لدينا مثلث ABC ولدينا الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث، نرسم من A، طبعا A ن هو منصف داخلي للزاوية، نمدد الضلع A ن بحيث يقطع الدائرة في M ونصل M C، فنحصل على مثلثين متشابهين A ن B و A M C. إذن المثلثان A M C و A N B متشابهان. من التشابه نجد، من التشابه المثلثين نجد A ن، A ن على A C، إذن A ن في المثلث الأول على A C في المثلث الثاني يساوي AB في المثلث الأول، AB في المثلث الأول على AM، AM في المثلث الآخر. من التناسب نجد جداد طرفين في جداد الوسطين، لدينا AN ضرب AM يساوي AB ضرب AC. طيب طلاب، لدينا A ن ضرب A م، A م يعني القطعة هذه هو عبارة عن A ن زائد ن م، نعوض إذن A ن، A ن، A ن ضرب A م قلنا هي عبارة عن A ن زائد ن م، A ن زائد ن م أو N M وتساوي A B ضرب A C. A ن ضرب A ن، A ن مربع، A ن في ن م زائد A ن ضرب ن م وتساوي A B ضرب A C. A ن مربع يساوي، لو نقلنا A ن في ن م إلى الطرف الآخر تصبح من الشكل A B ضرب A C ناقص A ن ضرب ن م. طلاب، تعرفنا في الدروس السابقة على نظرية القاطعين في الدائرة. إذن نظرية القاطعين في الدائرة، نظرية القاطعين في الدائرة نجد أنه نون A، نون A ضرب نون م يساوي نون C
ضرب نون ب. طيب لدينا نون آ، في نون م في العلاقة دعني نسميها علاقة واحد تساوي نون س في نون م. نعوض إذن نون في نون آ في نون م يساوي نون س في نون ب في العلاقة الأولى، لو ثمناها هذه في العلاقة الثانية، فتصبح لدينا من الشكل آ نون مربع تساوي آ ب ضرب آ س ناقص نون آ نون نون م هي ناقص إن س ضرب إن ب. آ نون تساوي ما تحت الجذر آ ب ضرب آ س ناقص إن س ضرب إن ب، وهي نفس العلاقة لحساب طول آ نون. إذن آ ب في آ س ناقص إن س في إن ب. لدينا مثلث آ ب س وآ نون هو منصف داخلي للزاوية. المطلوب أوجد طول الضلع آ نون. أوجد طول آ نون. طيب طبعا لدينا أطوال نون سي 4 ان بي 2 بي آ 5 وآ سي 7. آ نون تساوي حسب علاقة سابقة هي ما تحت الجذر آ بي 5 ضرب آ سي 7 ناقص نون ب ضرب نون س أي 4 ضرب 2. آ ن يساوي 5 ضرب 7 35 ناقص 4 ضرب 2 8 ويساوي آ نون تساوي ما تحت الجذر 35 27. إذن طول آ نون يساوي ما تحت الجذر 27. الآن نتعرف على فقرة جديدة يا طلاب، التناسب في الدائرة. طبعا قوة النقطة، نفترض لدينا دائرة مركزها O ونصف قطرها R وA نقطة خارج الدائرة. قوة النقطة A بالنسبة للدائرة O التي نصف قطرها R يعطى بالشكل قوة النقطة A بالنسبة للدائرة O تساوي A O للتربيع ناقص R للتربيع. إذن A O للتربيع ناقص نصف قطر للتربيع. لدينا حالات حالات واحد، إذا كانت قوة النقطة A أكبر من الصفر فالنقطة A تقع خارج الدائرة. في الحالة الثانية إذا
كانت قوة النقطة A تساوي صفر النقطة A تقع على الدائرة. في الحالة الثالثة إذا كانت قوة النقطة أصغر من الصفر النقطة A تقع داخل الدائرة. مثال توضيحي، نفترض لدينا الدائرة مركزها O و A نقطة ما نصف قطرها R تساوي 3. نستطيع حساب بعد نقطة A عن الدائرة أو عن مركز الدائرة من خلال علاقة قوة النقطة. مثلا توضيح، طبعا قوة النقطة A تساوي 5. أوجد بعد النقطة A عن الدائرة. طيب، لدينا قوة نقطة A تساوي OA للتربيع ناقص R مربع. طيب، طبعا نلاحظ طلاب أن النقطة A تقع خارج الدائرة. لماذا؟ لأن F الـ A أكبر من الصفر حسب حالة الأولى. إذا كانت قوة النقطة أكبر من الصفر فهي تقع خارج الدائرة. قوة النقطة لدينا 5 تساوي OA للتربيع ناقص R مربع ناقص 9، وبالتالي OA للتربيع تساوي 5 زائد 9 وتساوي 14، وبالتالي OA راح تساوي ما تحت الجذر 14، أي بعد A عن الدائرة تساوي جذر 14. ملاحظة طلاب، إذا كانت لدينا دائرة مركزها O نصف قطرها R D و A نقطة من خارج هذه الدائرة، تمس الدائرة في نقطة B، فإن AB راح يساوي ما تحت الجذر قوة النقطة A بالنسبة إلى الدائرة O. ما تحت الجذر قوة النقطة A بالنسبة إلى الدائرة O. إذن لحساب طول AB نستطيع الحصول عليها من خلال قانون أو علاقة قوة النقطة، خلال قوة النقطة A. قياس الزاوية بين قاطع ومماس أو مماسين في الدائرة. في الحالة الأولى إذا كانت في حالة قاطع ومماس في الدائرة، نفترض لدينا الدائرة والنقطة A تقطع الدائرة DM وتمس الدائرة في نقطة B، وتمس الدائرة في النقطة B، فإن في هذه الحالة قياس الزاوية A تساوي نص القوس المشكل بين ضلعي الزاوية
أي القوس بي إم ناقص القوس الآخر بي دي. لاحظوا طلاب يتشكل من خلال المماس وقاطع الدائرة قوسين، القوس الأول بي دي والقوس الآخر بي إم. فلحساب الزاوية أ من العلاقة نص بي إم قوس ناقص بي دي قوس، إذا كانت في حالة مماس وقاطع الدائرة. في الحالة الثانية إذا كانت مماسين، طبعا حالة مماسين يكون بهذا الشكل، دائرة لدينا نقطة A تمس الدائرة في النقطة D وفي النقطة B. فلقياس الزاوية A أو معرفة قياس الزاوية A من العلاقة، الزاوية A في هذه الحالة تساوي نص القياس BD ناقص BD. في هذه الحالة طلاب BD BD، حتى نميز بينهما نحدد أي نقطة على القوس الدائرة مثلا M، فيكون بهذا الشكل BMD أي المقصد القوس هذا ناقص BD القوس الآخر، ومن هنا نحصل على قياس الزاوية A. مثال، مثال نفترض لدينا دائرة A نقطة خارجها تقطع الدائرة في نقطتين D و M وتمس الدائرة في نقطة B. إذا كان قياس القوس BM تساوي 160 درجة وقياس القوس BD تساوي 60، قياس القوس ولنفترض تساوي 80 درجة، أوجد أو أحسب قياس الزاوية A. A زاوية تساوي في حالة قاطع ومماس تساوي نص BM القوس الكبير دعني نسميها ناقص قوس BD، ويساوي نص BM لدينا 160 درجة ناقص BD القوس 80 درجة ويساوي نص 80 درجة وتساوي 40 درجة، أي الزاوية A تساوي 40 درجة. إلى هنا أعزائنا الطلبة ننهي درسنا اليوم، إلى اللقاء.